اللاني جه في بالي قلت يلا هي لما بقى واحد باللي هجروا سافروا بره صحيان صبح وحاجات لقيت نفسي بجوازات كل حاجة خلصت أوام ومفيش قال تعقيدات ولا روح وتعالى تاني ولا هات فلان الفلاني على طول بصيت لقيت كل حاجة خلصت في ثواني وقبل ما يطلع نهار خدت نفسي وعلى المطار رحبوا بيا وخدوني قعدوني جنب الطيار على طول يومي مشغول بس عادي بيس وكل يومي بيبقى لذيذ لما بروح المرور بيقابلوني بابتسامة مشتاك شيرة ورخام واللي بيعمل لي ورقي بيدرس الاستقامة ما بيقبلش الهدايا ولا بيلون معايا علشان يطلع بحاجة مني تشيل الحكاية مخالفات اللي عليا مظبوطة ومية مية ولا ناقصة ولا زيادة مع رخصتي خدت هدية أنا وصحابي البنات بيجي لنا مزاج ساعات ننزل نتمشى حبة نتفرج على الحاجات رايقة الدنيا وهادية مواصلات وشوارع فاضية مش زي دول أوروبا يا رجل زحمة والجو لطيف ظريف مرة عكسنا حد ده شبابنا هم بجد أول لما يشوفونا عينهم بتكون في الأرض جامعة وأربع سنين وهم عدوا على خير واللي ذاكر يلاقي وأنا هم جحت بتقدير والخدمة الوطنية قضيتها مية مية أحلى وقت في حياتي عشته جوه الحربية وبعد خروجي بيومين هبدأ حلم السنين أول خطوة أخدها أختار أشتغل فين من شغلة في ميت مكان بمرتبات جنان بشهادتي شكلوني سفير مصر في اليابان Ba 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 ba